منتدى الوصال مع الدكتور المعتصم المعمري يوميا ما عدا الجمعة والسبت من الثالثة ظهرا. منتدى الوصال يأتيكم برعاية أهلا بالعالم أريد استمتع بالإنترنت. أسعد الله مساءكم بكل خير متابعي الوصال أينما كنتم. هذا منتدى الوصال. كما نتحدث دائما أن التنمية الشاملة هي تنمية اقتصادية واجتماعية، وأن الوجه الاجتماعي يجب أن يكون حاضر في كل النقاشات، سواء في نقاشاتنا حول المسؤولية التي نتشاركها جميعا، أو حول كذلك ثمار أي مشروع اقتصادي أو أي استثمارات سواء داخلية أو خارجية. اليوم سنتحدث عن القطاع الخاص وعن المسؤولية الاجتماعية. هذا الأمر الذي ناقشناه ربما ببعض الإيجاز في حلقات ماضية، نود أن نتحدث بشكل أوسع اليوم. ما هي أفضل الممارسات لتمكين هذه المسؤولية الاجتماعية من تحقيق المرتجى منها؟ هل فعلا تصل إلى الحدود المرضية؟ هل هناك مجال لتطويرها بشكل أفضل ومنظم بشكل أكبر؟ أنا سعيد أن أتحدث في هذه الحلقة مع الأخ جابر بن سليمان أبو سعيدي، وهو المدير التنفيذي لمؤسسة جسور. أهلا وسهلا أخ جابر. سعد الله مساكم بكل خير أخي المعتصم، حياكم الله. شكرا جزيلا لك على قبول دعوتنا. ويعني قبل ما ندخل لتفاصيل المسؤولية الاجتماعية، حدثنا عن جسور. جسور ما أفهمه أنا، ربما تصحح لي المعلومة، هي قائمة أساسا من مفهوم جديد لتقديم المسؤولية الاجتماعية أساسا من شركات القطاع الخاص. حقيقة جسور هي مؤسسة غير ربحية تم تأسيسها من قبل كل من فالي عمان، شركة صحارة، لمنيوم، وأوكيو. جسور هي أول مؤسسة غير ربحية تندرج تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية لعمل الاستثمار الاجتماعي. جسور الآن في هذه السنة كملت 10 سنوات من العطاء. جسور استثمرت ما يقارب أو ما يزيد عن 10 مليون ريال عماني و700 ألف خلال 10 سنوات الماضية في مجال الاستثمار الاجتماعي، طبعا في مختلف وشتى مجالات الاستثمار الاجتماعي، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر الرياضة، الشباب، تنمية ريادة الأعمال، الصحة، البيئة، وما شابه من مجالات ومساقات التنمية الاجتماعية. فجسور هي تعتبر يعني الأولى من نوعها بهذا الشاكلة، 3 شركات قررت مع بعض أن تؤسس مؤسسة غير ربحية تعمل على عمل الاستثمار الاجتماعي الخاص فيها. ايش الفرق اخ جابر لو كل مؤسسه او لكل شركه من هذه الشركات الثلاث يا اخي استثمرت بمسؤوليتها الاجتماعي بشكل منفصل، ما هو الفرق عن الوضع الحالي؟ هو حقيقه عشان نعطيهم حقهم، هم لا زالوا يستثمروا بشكل فردي، لكن اللي يميز جسور واللي يميزهم في فكره جسور بانهم خصصوا فريق لا يقوم باي شيء اخر سوى التفكير في المجتمع وطرح مبادرات استثمار اجتماعي بحته. اللي يميز الفريق أنه يعمل فقط في ضمن هذا الإطار، غير مشغول بأشياء أخرى، أقرب للمجتمع بحكم أنه مركز. فالعملية التركيز هي اللي تختلف من كونها لما المؤسسة أو الشركة تقرر من ذاتها تقوم بمسؤولية اجتماعية، من كونها تعطي هذا العمل لأهل اختصاص ويتراكم لديهم خبرات. خلال ملايين في 10 سنوات، يعني بمعدل مليون في كل سنة تقريبا، هل واضحة إيش هي الأوجه التي تضعها جسور كأولوية في هذه المسؤولية الاجتماعية؟ نعم، مثل ما تفضلت سابقا، جسور أول شيء تعمل ضمن إطار حوكمة جدا جدا واضح ودقيق، وعندنا مراكز فوكس إيريا واللي هي باللغة العربية ما يتسمى بمراكز تركيز. فجسور لما أعدت قبل أن تطلق جسور، عملوا دراسة لاحتياج السوق هناك في شمال الباطنة، ماذا يحتاج المجتمع حقيقة. بعد ما عملوا هذه الدراسة التفصيلية وطلعوا بأربع أوجه تركيز وركزوا فيها خلال 10 سنوات الماضية، مثل ما قلت هي الرياضة والثقافة والصحة والتعليم وكذلك ريادة الأعمال. فبالنسبة لجسور أوجه التركيز جدا واضحة، وهذه أوجه التركيز تخدم جسور في اختيار نوعية المشاريع التي تدعمها وتدخل فيها ونوعية المشاريع التي لا تدخل فيها. أنا أشكرك أنك ذكرت موضوع الحوكمة، يعني الأمر الذي كان حوله حديث حتى في حلقتنا قبل مدة طويلة، تحدثنا عن موضوع يعني المسؤولية الاجتماعية ولكن ليس بانفصال تام، أقصد أنه كانت ضمن مواضيع اقتصادية أخرى ناقشناها. المسألة اللي كانت مطروحة أخ جابر أنه المسؤولية الاجتماعية كأنها تأخذ وكأنها تفضل أو أمر إضافي تقوم به الشركة، وبالتالي
لا توجد فيه نفس درجة الصرامة من الرقابة على ما يصرف وما لا يصرف وأين يصرف وكيف يصرف، وبالتالي يكون فيه مجال كذلك وهامش من الإحساس الغير مريح أين تذهب هذه الأموال بالتحديد، وهل فعلا هي تحقق هذه المسؤولية الاجتماعية. هل الحوكمة التي تتبناها جسور كما تفضل فيها فرضت فرضا من هذه الشركات، ولا هي فقط لتحسين وتجويد العمل؟ هي أصلا كانت في تأسيس جسور من ضمن مذكرة التأسيس أن يكون هناك حوكمة على أعلى مستوى، لأنه في النهاية هاي الثلاث مؤسسات تصب موارد مالية في جسور، تريد تعرف هذه الموارد المالية كيف صرفت، كيف آلية صرفها، كيف تم اختيار المشاريع، ولماذا المشروع الفلاني وليس المشروع الفلاني. فهي أيضا جاية من كون الشركات هذه شركة محترفة احترافية لديها هذه نظم الحوكمة الداخلية الخاصة فيها. فلما أنشأوا جسور أنشأوا نظام الحوكمة الخاص بجسور بهدف أنه بالفعل يكون هناك نوع من التنظيم لعملية إدارة هذا الاستثمار الاجتماعي، يوجه التوجيه الصحيح ويصل للمستفيدين منه. كذلك لازم يكون هناك أوجه قياس أو عملية قياس للأثر للمشاريع تقوم بها المؤسسة. فهذا القياس الأثر يتماشى تماما مع الحوكمة، ويساعد كذلك المؤسسة في التطور والنمو. أنت تضع اليوم مبالغ في استثمار اجتماعي معين، ذن بعد كذا تشوف الأثر الخارج من هذا الاستثمار الاجتماعي، أو ترى لو كان هناك بعض السلبيات التي يجب تلافيها. فنظام الحوكمة أيضا يساعد جسور في أنها تكون خلينا نقول مركزة في أوجه الدعم التي توجه إليها. مثل ما تفضلت بخصوص المسؤولية الاجتماعية، هناك مدرستين حقيقة في المسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية قد تكون مثل ما أنت قلت تكرما من المؤسسات أنها تقرر بأنها يعني تخصص ميزانية خاصة للمسؤولية الاجتماعية، أو تفرض من خلال القانون. ففي عمان نستخدم المثال الأول، أو بشكل صح نتبع المدرسة الأولى اللي هي عملية أن المؤسسة لها الأحقية بأن تقرر هل تقوم بما يخص المسؤولية الاجتماعية بتخصيص موازنة تستثمر أو لا. يعني ما في عندنا قانون يجبر الشركات على تخصيص نسبة من أرباحها للمسؤولية الاجتماعية؟ ما في قانون يجبر المؤسسات على هذا الأمر. ومثل ما خبرتك هناك مدرستين، يعني المدرسة الأوروبية والمدرسة الأمريكية. المدرسة الأمريكية تميل أكثر إلى فرض الأمر بنسبة. المدرسة الأوروبية مثلا على سبيل المثال أستشهد بأحد الكتاب المشهورين ميلتون فريدمان، كاتب اقتصادي مشهور، يقول المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالمؤسسات أن تكون ربحية وتوظف أكبر قدر ممكن من المحليين. فبالنسبة له هذه هي المسؤولية الاجتماعية، ما يزيد عن هذا فهو يعتبر زيادة. فهنا في عمان ليس هناك قانون يفرض على المؤسسات بأن تخصص مبالغ مالية سنوية للمسؤولية الاجتماعية، فقط هو عملية أنه مرات بعض المؤسسات أو جزاها الله خير مشكورة يعني ترى أنه من واجبها الأصيل بأن تقوم بتطوير البيئة المحيطة وتروج لفكرة أن تكون جار صالح للمنطقة التي تعمل فيها. يعني الأغلب خجابر هل فعلا عنده هذا الحرص على تقديم المسؤولية الاجتماعية بما أنه لا يوجد قانون يفرض، ولا لا تحس أنه يعني شوية ما أخذ الموضوع بأريحية دام ما في قانون يجبرها؟ هو شوف هنا بعض المؤسسات تقوم بعمل المسؤولية الاجتماعية من باب الترويج لها كمؤسسات صالحة في المجتمع. فهي العملية مثل ما تفضلت بحكم ليس هناك قانون، فهي العملية يعني خلينا نقول اختيارية لصنع القرار في هذه المؤسسات. بعض أصحاب المصلحة وأصحاب القرار من المتنفذين يرى بالعكس أنه كل مؤسسة لابد أن تخدم المجتمع المحيط، والبعض يرى أنه لا، مثل ما أخبرتك مثل ميلتون فريدمان على سبيل المثال، هو ينظر لأن المسؤولية الاجتماعية بالنسبة له أرباح وتوظيف لا أكثر. يعني نعم، يعني أنا حقيقة دار في بالي هذا السؤال، لأنه أذكر حتى أيام يعني الأنشطة الطلابية في الجامعة كنا مثلا نطلب بعض الرعاية المالية من الشركات، فيقولك والله ما عاد مشكلة، احنا في عندنا جزء من المبالغ نقدمها للمسؤولية الاجتماعية كذا ولا كذا، ولكن في النهاية تقدم لفعاليات يتم فيها الترويج للشركة، فكأن الأمر أقرب إلى عمل ترويجي أو لميزانية إعلامية إن صح التعبير أو تسويقية أكثر منها مسؤولية اجتماعية. فهل يوجد خلط بين الأمرين؟ هناك خلط في المفاهيم حقيقة. هناك فرق ما بين الرعاية وما بين المسؤولية الاجتماعية. الرعاية وجدت كرعايات من أجل الترويج، ويحق للشركة بالفعل لما ترعى مناسبة معينة، ترعى حفل معين، بأن تسهب في وضع شعاراتها في كل مكان وتروج لمؤسستها بكل الطرق المتاحة. لكن هناك مثل ما خبرتك خلط في المفاهيم. المسؤولية الاجتماعية يجب أن تكون صدقة لا يتبعها أذى في الأغلب، يعني مثل ما يقول هي المروج الصامت. أنت تقوم بالاستثمار الاجتماعي يستفيد منه مجموعة كبيرة من البشر، يعرفوا عنك كمؤسسة وكفى. أيضا الإسهاب في ترويج ما تقوم فيه المسؤولية الاجتماعية هذا ليس مسؤولية اجتماعية، لكن للأسف لكون المسؤولية الاجتماعية ليس هناك لها تعريف يعني مصطلح عليه جميعا متعارف عليه، فهو يرجع لي
ماهية وكيفية نظر صناع القرار المسؤولية الاجتماعية من منظورهم الخاص، فلكونه ما في تعريف مصطلح عليه أو الكل متفق عليه أصبح الكل يؤول حسب ما يرى. أنت كنت تذكر نقطة مهمة هي أنه هذا العمل في المسؤولية الاجتماعية يجب كذلك أن يقوم على مؤشرات يمكن من خلالها معرفة ما هي الثمرة التي تقطف من هذه المسؤولية الاجتماعية. طيب أنا اللي أعرفه كذلك أنه هذا يمثل تحدي، أنه على الجانب الاقتصادي عندك مؤشرات يمكن قياسها، على الجانب الاجتماعي قد لا تجد مؤشرات دائما سهلة القياس، هل هذا فعلا حقيقي ولا لا؟ في مؤشرات ممكن الاعتماد عليها؟ في مؤشرات يمكن الاعتماد عليها، وأيضا هو هناك نرجع للمسبب. أنت لما تفكر أن تقوم بعمل اجتماعي وعمل استثمار اجتماعي لابد أن يحل مشكلة، لابد أن تكون هناك مشكلة وأنت تحاول تحلها من خلال برنامج الاستثمار الاجتماعي. على سبيل المثال نتكلم على احدى المبادرات الخاصه بجسور لهذه السنه اللي هي وحده لغسيل الكلى في صهار. الان احنا نعرف انه غسيل الكلى او الفشل الكلوي متفشي وموجود، وكذلك الطاقه الاستيعابيه المنطقه هناك للمرضى من هذا النوع قد لا تكون بذيك القدره، يعني حتى في مواعيد تاتي في الساعه الثانيه صباحا والثالثه صباحا بحكم انه المركز شغال على مدار الساعه. نعم. لاستيعاب البشر. نعم. عرفت تتخيل أن شخص مريض وعنده فشل كلوي ويروح الساعة 3 المستشفى، ما نوعية النفسية اللي هو رايح فيها المستشفى. صحيح. فلما تجي تقول أنا بفتح وراح أبني وحدة لغسيل الكلى في المنطقة، راح تستوعب هذا العدد من الناس، راح تقلل الانتظار ما بين المواعيد، راح تنظم المواعيد والناس تجي في فترات معينة، تقدر تقيس الأثر من خلال عدد المستفيدين، الأوقات المهدرة اللي تم تقليصها من خلال وجود المركز المشابه. يعني ففي طرق كثيرة لقياس الأثر، يعني يفرق أو يختلف من برنامج اجتماعي لبرنامج آخر. لأنه تعرف يعني هذا مثال جميل ورائع وفعلا يمكن القياس بشكل دقيق، لكن لما يجيك على بعض الأنشطة الأخرى يقولك مثلا أنا أريد أن أرفع وعي الناس حول أهمية المحافظة على البيئة، بعدين يطلع بمجموعة من البرامج مثلا التوعوية، بعدين يقولك كيف طيب أنا أقيس أثر هذا التوعية، ولكن أنا متأكد ما نكون مؤسسة متخصصة إلا بتحصلوا طريقة، لكن هل الأمر فعلا سهل؟ يمكن هو ليس سهل أخي المعتصم، ولكنه ليس مستحيل في ذات الوقت. أول شيء مثل ما تكلمنا، أول شيء أنت لابد أن تكون، أنت لما تجيب برنامج توعوي على سبيل المثال لابد أن يكون هناك مسببات. صحيح. ليش أنا أريد أرفع مستوى الوعي في بما يخص البيئة؟ هل عندي بيانات كذلك تقول العكس؟ أيوة. لازم أبني على شيء. لما يكون الأساس قوي ومتين، أوكي أنا عندي بيانات تقول أنه مثلا من 10 3 يعرفوا عن البيئة في منطقة شمال الباطنة، خلينا نحددها مثلا في ولاية صحار على سبيل المثال. نعم. طيب أنا إذا بستقطب أني في هذا البرنامج التوعوي بحاول أجيب مثلا 100-150 شخص في برنامج مدته على سبيل المثال شهر شهرين ثلاثة وتفر، يعني كيف ما كان خلنا نقول بالعربي. ففي النهايه انت بتنجح في عدد، في قياس عدد الناس اللي دخلوا عندك هذا البرنامج، وكذلك انت لابد ان يكون هناك عندك قبل وبعد. مثل الاستبيان للناس. نعم. قبل عشان تبين الفرق. أيوة. بين قبل ما يدخل الدوره او البرنامج هذا كيف كان وين وصل بعد ما خلص. جميل. انا باخذ فاصل قصير، سنتحدث عن المسؤوليه الاجتماعيه، عن القطاع الخاص هل يقوم بهذه المسؤوليه ام لا، هل هناك امر اخر يجب القيام به بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. الآن أصبح بإمكانك الاستمتاع باللعب والترفيه مع عائلتك وأصدقائك تحت سقف واحد في بركة جراند سنتر. استمتع بتجربة مثيرة، جدران المرح، مسار النينجا، الترامبولين بمعايير أمن وسلامة عالية في فانتوبيا. شاهد فيلمك المفضل في واو سينما، واحد من أفضل وأفخم صالات العرض في السلطنة، الوجهة المفضلة للمتعة والترفيه لدى الجميع هذا الصيف. زور فانتوبيا وواو سينما في بركة جراند سنتر. شاركينا أحلامك وكل ما تتمنين في يومك المميز، وسوف نكون بجانبك للاهتمام بأدق التفاصيل. قومي بحجز حفل زفافك في فندق كامبينسكي مسقط واحصلي على هذه المميزات الرائعة، مثل غرفة خاصة بك لتجهيز قبل الزفاف، إقامة للعروسين في جناح فخم مع تجهيزات رومانسية، إفطار شهي وعشاء مميز في الجناح لبداية رائعة لحياتكم معاً. للمزيد من المعلومات اتصل على 24985000 أو البريد الإلكتروني events.muscat@kempinski.com. مع جيب يمكنك الذهاب إلى أي مكان، لكن هل تخيلت أن تأخذك جيب في رحلة إلى إيطاليا للاستمتاع بتجربة لا تنسى مع فريق يوفنتوس؟ الآن يمكنك الفوز بهذه الرحلة الاستثنائية. اشتري سيارة جيب قبل 30 يونيو 2022 واحصل على فرصة للفوز بلقاء لاعبي نادي كرة القدم الشهير. إذن ماذا تنتظر؟ قم بزيارة صالات عرض فال السيارات لحجز سيارتك جيب اليوم.
الوصال الإذاعة الأولى. منتدى الوصال مع الدكتور المعتصم المعمري. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتحدث عن المسؤولية الاجتماعية والقطاع الخاص. يشاركنا عبر الهاتف محمود بن خليفة الصقري، مدير المسؤولية الاجتماعية بمجموعة كمجي رمداس إشراقة. أهلا وسهلا أستاذ محمود. أهلا وسهلا فيك أخي الدكتور المعتصم، حياكم الله. شكرا جزيلا لك على قبول دعوتنا للمشاركة. دعني أبدأ معك بالسؤال أخ محمود، لماذا تتجه الشركات للمسؤولية الاجتماعية إذا كان لا يوجد قانون يجبرها على ذلك؟ نعم، بداية دكتور المعتصم حقيقة السؤال في محله، ولكن قد أختصر الإجابة من جانب آخر إذا ما أردنا الحديث يعني في الحقيقة عما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. نعم، فمن وجهة نظري أن أزمة كورونا يعني رغم حدتها وعمق الخسائر التي سببتها على البلد سلطنتنا عمان على وجه الخصوص والعالم على يعني وجه عام، نجد أن من جانب آخر كان لها أثر إيجابي. بالفعل أوضح مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال الالتزام الاجتماعي، نستطيع القول، وأيضا الدعم الذي قدمت الشركات بالتكامل طبعا مع الحكومة. نعم. ونجد أن فعلا تبين مدى أهمية المسؤولية الاجتماعية أو ممارسات المسؤولية الاجتماعية في الجانب الوطني. المسؤولية الاجتماعية لها عدة نستطيع القول عدة مظلات. نعم. البعض يراها من يعني من خلال كسب عملاء جدد، والبعض يراها من خلال إيجاد ومكانة مجتمعية إذا ما أردنا الحديث عن ذلك أيضا. نعم. والبعض أيضا يراها أنه هذا واجب وطني. وديننا الحنيف طبعا تحدث عن الصدقات، تحدث عن الزكاة وغيرها. نعم، جميل. فلذلك أنا يعني أصر على القول بأن كان لجائحة كورونا حقيقة عمق في هذا الجانب. نعم. وجدنا فعلا أنه الأمر كان لبعض الشركات برامج فعالة وهيكل تنظيم واضح لخدمة المسؤولية الاجتماعية، وإلا لن نجد ذلك التعاطي مع الحكومة في التعاون والتكامل والتجانس مع الحكومة والأفراد بشكل عام لمحاولة يعني تجاوز هذه الأزمة. جميل جميل. طيب أخ محمود، يعني هذه مشاهد فعلا كانت حاضرة ومقدرة، وليس فقط في كورونا، حتى في شاهين كانت هناك الكثير من المساهمات. نعم. حقيقة. نعم. ولا نعم. يمكن أبدا إنكارها، لكن من إطار تنظيمي دعنا نقول، إذا رأينا الأغلبية وليس بعض النماذج المشرقة في المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، هل ربما من الأجدى أن يكون هناك تشريع يلزم بنسبة معينة من الأرباح مثلا لتقديمها كمسؤولية اجتماعية، ولا هذا سيخرج من كونه مسؤولية اجتماعية تطوعية تقوم بها الشركات؟ ابدا اتفق معك في هذا الجانب، في حين انه اصبح يعني لزاما على كافه يعني المؤسسات في المجتمع المدني والقطاع الخاص على حد سواء في ايجاد ان استطعنا القول او جاز التعبير في ايجاد حوكمه معينه تتمثل في المسؤوليه الاجتماعيه. واعتقد ان الحكومه الان ماضيه في هذا الجانب، بحيث انها يعني نقدر نقول ان يعني صدر قرار معين من خلال وزاره التجاره بتحديد نسبة معينة تتمثل في المسؤولية الاجتماعية. وأعتقد أن النهج ماضي لإعداد مثل هكذا قانون، لا نستطيع القول أن يجبر الشركات، وإنما يحث على هذا المفهوم والسعي في تقديم أفضل خدمة مجتمعية لكافة شرائح المجتمع. جميل جميل. يعني هل هناك طريقة أخرى؟ يعني ربما الحلول الوسطية دائما هي الأفضل، أنه طيب إحنا ما بنجبر الشركات، لن نعاقب الشركة التي لا تقدم النسبة الفلانية للمسؤولية الاجتماعية، لكن خلينا نقول مثلا هل ممكن نفكر بشيء من قبيل أن الحكومة ستعطي أفضلية في المناقصات لمن
يستمر في المسؤولية الاجتماعية بنسبة أكثر، أو أنه عنده حوكمة أفضل في مسؤولية الاجتماعية؟ هل شيء من هالقبيل قد يعمل أخ محمود؟ لا شك، لطالما أنه دائما إحنا إذا ما أردنا القول بالعامية أنه يد تأخذ يد تعطي، فلطالما أنه وجدت مثل هذه يعني شركات تتقدم في المجتمع بشكل واضح وشكل ملموس، ويعني خدمة سواء كانت تتعلق يعني التعاون مع الحكومة أو بشكل فردي مع المجتمع بشكل خاص، نرى بأن ضرورة إيجاد مظلة تحتضن مثل هذه الشركات وتسهل لهم يعني بعض المعاملات التجارية الخاصة بهم، لكون أن الشركات بنهاية المطاف هذه قائمة على اقتصاد معين. صحيح. فإن لم يكن هذا الاقتصاد ماضي على يعني دورة معينة مستمرة، أعتقد ما راح يكون للشركة أيضا يعني إمكانية الاستمرار في الدعم المجتمع، ما لم يكن اصلا هي في الاصل ما قادره يعني او على غير استطاعه انها تمضي قدما في 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 برنامج الاقتصادي الخاص بها. صحيح صحيح، جميل. دعني اختم معك بهذا السؤال اخ محمود. يعني هناك كثير من لن أقول احتقان، ولكن اختلاف في وجهات نظر ما هو المتوقع من القطاع الخاص، وانت عارف السنوات الماضية كانت سنوات صعبة على الاقتصاد، هذا خلى مطالبات الناس يعني قد تكون ضاغطة في كثير من الأحيان. البعض يرى أن هناك شعور سلبي تجاه الشركات عموما، يا أخي شعور بأنه لم تكن على قدر الموقف لحل أزمة الباحثين عن عمل، ولا والله لتقديم العون في فترة أزمة البلد وديونها وإلى آخره. هل تعتقد المسؤولية الاجتماعية ممكن فعلا أن تجسر هذه الهوة، أن تخلق شعور من الشراكة الحقيقية ما بين القطاع الخاص وما بين المجتمع؟ والله أخي دكتور المعتصم، في هذا الجانب أنا أعتقد إحنا لو أردنا نسترشد الأمر، أنا أعتقد يعني استرشادا برؤية صاحب الجلالة السلطان الراحل سلطان قابوس بن سعيد معظم طيب الله رحمه، والنهضة المتجددة في ظل القيادة الحكيمة أيضا لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظ الله، أنه لابد أصبح لزاما على هذه الشركات أن تنتبه لهذه الجزئية وتكون فعلا معول قلب نابض لاستقطاب سواء كان الباحثين عن عمل أو حتى التدريب من أجل التمكين للدخول في سوق العمل، أو كذلك قد يكون ممكن التدريب لعملية التأهيل وإيجاد فرص وظيفية ذاتية يستطيع من خلالها هذا الفرد أن يجد له دخل بعيدا عن البحث عن وظيفة معينة. نعم. ولذلك أنا أعتقد من استرشادا من قياداتنا سواء كان السلطان الراحل طيب الله ثراءه يعني في ظل النهضة المتجددة للسلطان هيثم، على الشركات أن فعلا تكون كتف الحكومة الأيمن والعضد لاستقطاب مثل يعني هكذا ملفات. نعم. ومحاولة يعني إيجاد هذه الوظائف. جميل جميل، أنا أشكرك على هذه التفاصيل الجميلة الأخ محمود بن خليفة الصقري مدير المسؤولية الاجتماعية بمجموعة كمجي رمداس إشراقة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم دكتور على هذه الاستضافة الكريمة، وبإذن الله على تواصل دائم. شكرا جزيلا لك. شكرا، أحسنت الله يحفظك. شكرا. أستاذ جابر، يعني أنا سأعيد السؤال الذي طرحته على الأخ محمود كذلك عليك، يعني وهنا لا أتحدث عن الشركات المساهمة في جسور، ولكن يعني لا يخفى أنه كان هناك بعض عدم الارتياح الكبير في القرى المحيطة بالمنطقة الصناعية في صحار، كان أمر جديد، منطقة مكتظة بالسكان، الحمد لله بكثير من الحلول تم تقديمها خلال الفترة الماضية، لكن أقصد أن تقوم هذه الشركات بتقديم مسؤولية اجتماعية للمجتمع المحلي، إيش الأثر الاقتصادي وليس الاجتماعي لهذه الشركات في هكذا مبادرات؟ بالإمكان نتطرق إلى القيمة المحلية المضافة في المساق بالذات، تتكلم عن الأثر الاقتصادي، إذا تركنا المسؤولية الاجتماعية على جنب وتكلمنا عن القيمة المحلية المضافة، لابد على الشركات كلها اللي تكلمت أنت عنها والمحيطة بالمنطقة الاقتصادية هناك في صحار بأن تعمل على شغلتين، أول شيء تمكين الشباب في مجال ريادة الأعمال، والعمل على عملية أنه يسندوا لهم أعمال، خلينا نقول من بعد ما يكونوا شركات شبابية قادرة على القيام ببعض الأعمال التي تحتاجها هذه الشركات، أن يكونوا شركات تستطيع كذلك أن تجد أعمال مباشرة من المؤسسات هذه. فالدور الاقتصادي ما يقع فقط على أيضا كذلك التوظيف، توظيف الكوادر بشكل أكبر من المناطق المحيطة يخلق أول شيء توطين الناس في مناطقهم هذه رقم واحد. نعم. خلق العائد الاقتصادي لهم ولأسرهم، وكذلك العمل على مبادرات خاصة بريادة الأعمال. أنت عارف أنه ريادة الأعمال
تعتبر هي السلة الأكبر في احتواء الباحثين عن عمل. يعني الوظائف الحكومية ولا في القطاع الخاص في النهاية لها مدى وحد معين راح تنتهي، فلخلق سلة أخرى تستوعب الباحثين عن عمل على الشركات في هذا الموجودة في أي إطار، سواء كان نتكلم عن صحار أو حتى نتكلم عن أي مناطق صناعية أخرى خارج إطار صحار، أن تعمل بنفس العقلية هذه بأنه أوكي إحنا الآن موجودين في هذه المنطقة، شو هي الأعمال على سبيل المثال وليس الحصر، أغلب الشركات هذه المصانع هي تحتاج يونيفورمز، نعم، اللي هي الملابس الخاصة بموظفينها، هذا ليس يعني شيء يحتاج تجيبه من برا. بالضبط، هذا بالإمكان بأنك تنشئ شركة معينة بمستوى إداري معين بمستوى معرفي معين وتتعاقد معهم بشكل مباشر، ولكن أيضا تحافظ على الجودة. أكيد هناك في بعض المعايير للحفاظ على الجودة وقيس عليها، نتكلم فقط عن اليونيفورمز، ممكن نتكلم عن أي شيء آخر تحتاجه هذه الشركة ممكن تأخذ من البيئة المحيطة، وهي حاجاتها ستكون هائلة في كل الأحوال. يعني تتكلم عن منطقة صناعية كبرى في جسور، هل فعلا تبنيتوا أي شيء من هذا القبيل بحيث يحقق استدامة في هذا المسؤولية الاجتماعية وليس فقط جرعات تضخ على فترات؟ شوف احنا كان في هناك أيضا تبنوا في السابق مشغل خياطة، أيضا كان نساء عمانيات وأعطت بعض العقود من بعض الشركات الممولة للجسور أو المكونة للجسور وبعض الشركات الأخرى. لكن أعطيك مثال آخر للاستدامة في مشروع آخر لمركز الوفاء الاجتماعي الموجود هناك في صحار، عندهم أرض تجارية موجودة في موقع حساس في قلب صحار، تم بنائها من قبل جسور على مساحة 1200 متر مربع بقيمة استثمار اجتماعي بلغ مال 200 ألف ريال عماني، العائد الشهري منها 4000 ريال. الآن تقدر تقول أنه ما شابه وما شاكل هذا النوع من الاستثمار في النهاية راح يرفع العبء عن كاهل الحكومة، ما تحتاج تفكر مركز الوفاء ولا جمعية المرأة العمانية واللي ما شابهها من جمعيات المجتمع المدني. هذا التفكير لازم يكون موجود، أنه إحنا نخلق حاجة مستدامة وكذلك ترفع العبء عن كاهل الحكومة وتقلل الاعتماد سواء كجمعيات أو أفراد المجتمع المدني أو حتى الشباب وما شابه التوظيف وما شابهه من أمور. يعني لازم تخلق مبادرات في النهاية تصب في هذا المصب، أنها تخفف العبء عن كاهل الحكومة في هذا الجانب. جميل أستاذ جابر، لو تحدثنا شوية كذا بعقلية اقتصادية بعيدا عن المثالية، لأنه يعني نعم أنا أعرف أنه في أشخاص عندهم إيمان قطعي أنه لازم العمل يكون سامي ونبيل ونقدم فيه يد العون وأنه هذه الحياة قائمة على التكافل، هذا أمر ما أريد الخوض فيه، أنا متأكد أنه في أشخاص عندهم هذه المبادئ، ولكن في النهاية ما يحرك الاقتصاد هو الأخذ والرد، هو المنفعة المتبادلة بين الناس. هل مجموعة الشركات اللي تعرفهم سواء جسور أو غير جسور من يتميز بالمسؤولية الاجتماعية في عمان، هل يجد ما يكافئ هذه المسؤولية من ميزات من حاجة تفضيلية من مردود ربما يجعل من هذا الجهد متواصل لعقود؟ هو شوف أنت الآن أيضا طرحت ذات السؤال تقريبا بصياغة أخرى لضيفك السابق، وأنا أحب أشارك الإجابة على السؤال هذاك نفسه. ما يعمل بحب يصل، وما يفرض يفرض. يعني لما قلنا بدون شاعرية قلتنا ما يعني شاعر لما تتحدث عن أنه فرض نسبة معينة على الشركات المسؤولية الاجتماعية، أنا أؤكد لك من هذا المنبر بأنه مش الجميع راح يستجيب، وفي بعضهم في النهاية بيحاول يقلل الميزانيات بكل الطرق المتاحة بحيث أنه هذا انفرض عليه، هذا ليس من أعماقه، هذا ليس شيء هو يريد أن يعمله، أنت فرضت عليه. لكن الآن مثل ما أنت تفضلت في بعض الشركات من 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 دواخلها ومن من أفكار رؤسائها التنفيذيين وإدارتها بشكل عام قررت تدخل في هذا المساق. طيب بالإمكان إحنا نعملهم بعض المحفزات، إعفاء من بعض الرسوم، بعض الشغلات اللي قد لا تكون يعني خلنا نقول ذات بعد مادي مباشر لكن معنوي تفضيلية تخلق التنافس. اليوم أنا لما أتكلم عن جسور كمؤسسة وأقول هي مؤسسة كونتها صحارة لمنيوم وفالي وأوكيو، أنا كذلك أطمح بأن يستمع الآخرين لهذا الحوار وأطمح بأن أرى مشابهات لجسور، وليس جسور واحدة، جسور كثيرة. عرفت الهدف كذلك أنه تخلق التنافس الحميد من خلال هذا النوع من المعاملة، لما تعامل شركة بمعاملة معينة لكونها مساهم وداعم للمجتمع بشكل مستمر الشركات الأخرى راح تشعر بنوع من الغيرة والغيرة المحمودة، فإحنا لابد أيضا أن نتوجه بهذا التوجه حقيقة. هل هناك جائزة أو تكريم أو دعنا نقول تنافس مؤطر للمسؤولية الاجتماعية في عمان؟ شوف حاليا مثلا إحنا كنا يوم الأحد الماضي في حفل تكريم منظم من قبل جزاهم الله خير وزارة التنمية الاجتماعية لجميع الشركات الداعمة للمجتمع. حقيقة لازم أيضا نؤمن بالدور التكاملي، إحنا لا نعمل لوحدنا القطاع الخاص، لابد أن يعمل مع القطاع العام، لابد أن يكون نوع من الترابط
في الفكر والتنفيذ. نعم. احنا نكمل بعض. احنا الان حاليا كجسور على سبيل المثال، نرجع لجسور كمثال، جسور يراسها كرئيس مجلس اداره سعاده محافظ شمال الباطنه. محافظ شمال الباطنه هو الاذن للمجتمع، هو المظله اللي تستمع للمجتمع ويعرف احتياج المجتمع اكثر عن اي مؤسسه تجاريه اخرى. فلكونه موجود عندنا كرئيس مجلس إدارة، احنا نستمع له ونجد من خلاله ماذا يريدون. المجتمع يتحدث مع المحافظ، مع نعم. الوالي، مع نعم. فهي ايضا لابد من النوع التكاملي، خلينا نقول، ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في خدمه المجتمع. احنا ما نتنافس، ولو اذا نتنافس بشكل حميد، نتنافس في خدمه المجتمع. هناك بعض الجوائز التي نالتها مؤسسات في عمان لمسؤولية الاجتماعية كانت على مستوى خارج الوطن، يعني على مستوى المنطقة وعلى مستوى الشرق الأوسط حتى في بعض الأحيان. هل تعتقد، اسمح لي أعيد سؤال مرة أخرى، هل تعتقد أن وجود أي تقييم سنوي مثلا لأفضل المؤسسات في المسؤولية الاجتماعية قد يكون أمر جيد أم لا؟ جيد جدا، وبالعكس، يعني مثل ما خبرتك، يعني الذي ما يأتي حبا ورغبة بيأتي تنافسا. أنت في النهاية تنوع الأسباب والهدف واحد. صحيح. فهذا الأمر موجود. الجسور أيضا فازت على، حصلت على أكثر من جائزة خارج إطار عمان حقيقة فيما يخص المسؤولية الاجتماعية، يعني بما أنك تطرقت لهذا الأمر. وهذا الأمر يعتبر محفز للشركات المؤسسة للمواصلة الدعم جسور، لأنه في النهاية جسور وجه مشرف. نعم. لهذه المؤسسات. فأنا أطمح مثل ما تفضلت سابقا بأنه يكون هناك جسور أخرى. نعم. موجودة داخل عمان وتخدم ذات السياق. جميل. فاصل أخير وقصير، نعود إليكم بعد، ابقوا معنا. منطعش زايد 34 ناقص 22 زايد 47. سالم، أشوفك جالس تحسب اليوم. مفاجأة جميلة من مفاجآت بنك ظفار. هات اللي عندك. أنا مشغول بمستقبل أولادي بعد ما سمعت بحساب الودائع طويلة الأمد للتعليم في بنك ظفار. كيف يعني؟ هذا هو الحساب الزين اللي يخليك تأمن مستقبل أولادك. حساب الودائع طويلة الأمد؟ فمثلا إذا أنا وفرت مبلغ 50 ريال عماني لمدة 18 سنة بحصل على أكثر من 18 ألف ريال عماني، تقدري تقولي أكثر من 7000 ريال على المبلغ المدخر. اتوكل على الله ولا تتأخر. بنك ظفار، بنكك المفضل. لا تشغل نفسك بالبحث عن العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والمكياج، فقط القي نظرة من حولك وابحث في متجر صيدلية مسقط للعطور ومستحضرات التجميل. نعم، العطور ومستحضرات التجميل متاحة لدينا في متجر صيدلية مسقط للعطور ومستحضرات التجميل الآن. إلى المتسوقين في جميع أنحاء عمان، قم بزيارة متاجرنا الآن في مدينة السلطان قابوس، منطقة الصاروج، طريق ريكس، مركز البهجة مول، وصور وسحار سفير مول. ولمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بنا على الواتساب 715-222-651. الوصال، الإذاعة الأولى. منتدى الوصال مع الدكتور المعتصم المعمري. أهلا وسهلا بكم متابعي الوصال، ما زلنا نتحدث عن المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص. أستاذ جابر، يعني أمثلة عديدة كانت هناك مساهمات كبيرة، ما أعرف هل أقول سخية أم لا، لأنه ما عندي حقيقة مقياس بدول أخرى عشان أعرف، ولكنها كانت جيدة حقيقة وتشكر عليها كثير من المؤسسات الخاصة، سواء في الجائحة جائحة كورونا أو حتى في إعصار شاهين وكثير من المناسبات الأخرى. ولكن البعض كان يشير دائما إلى، طيب وش التنسيق؟ هل في مظلة تحكم كل هذا الجهد بحيث يصل للناس بشكل أكثر نظامية؟ هل تعتقد أننا محتاجين لأي إجراء أو أي فلسفة جديدة في إدارة المسؤولية الاجتماعية؟ يعني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نعم. فعملية التركيز في المسؤولية الاجتماعية مهمة. الآن تكلمت عن عملية الاستثمار الاجتماعي متناثر وكبير ولله الحمد، يعني الشركات أنا أقدر أقول من واقع معرفتي في المجال تعتبر سخية في هذا الإطار. لكن ما يسيء في الأمر بأنه هذا السخاء يأتي في فترات معينة، صرنا شاهين لما لا سمح الله تصير مصيبة. نعم. بينما على سبيل المثال لو كان هذا الأمر أكثر ممنهج، لو كان على سبيل المثال جسور كمودل أو كنموذج، لو فيه أيضا مشابه لجسور، خلينا نقول لما تتجمع هذه المصادر المالية في موقع واحد وتعطى منهم يعملون في مجال المسؤولية الاجتماعية ولا يعمل في شيء آخر،
بيخدم المصلحة والهدف بشكل أكبر، بيوصل الرسالة بشكل أفضل، بيزيد قاعدة المستفيدين من المسؤولية الاجتماعية أفضل من 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 الجهود الفردية المتناثرة هنا وهناك. فهذا جدا جدا مهم. أنا الآن من هذا المنبر كذلك يعني إذا تسمح لي تفضل. هذه فلسفة جديدة احنا بديناها في جسور هذا السنة وراح إن شاء الله نمشي فيها. بدينا نطرق بعض باب بعض الشركات، نقول له أنت إذا عندك موازنات معينة للمسؤولية الاجتماعية ما عندك فريق جيبها عندنا، فاحنا بنديرها لك ماشي من خارج الثلاث شركات بالضبط. اي حد يعني من المؤسسات عنده مبالغ ماليه معينه مرصوده وما عنده فريق ايضا وما يريد يتكفل بالفريق الاداري وما شابه، ممكن يوجهها لمثل جسور. انا ما اتكلم عن جسور لا اسوق جسور هنا، اتكلم عن اسوق المبدا نفسه لذات الشاكله من المؤسسات التي تستطيع ان تكون اكثر تركيزا في مجال المسؤوليه الاجتماعيه وتخدم بشكل افضل وما عندها اعمال اخرى، يعني هي غير مركزه في شيء اخر. فاحنا ايضا في كل عمل محتاجين التركيز، التركيز هو اساس النجاح. المؤسسات التجاريه في النهايه لها اهداف تجاريه، في النهايه مؤسسات قائمه تريد تحقق ارباح، فبالنسبه لها الربح بالمستوى الاول هو المحرك الاول. جسور غير ربحيه وما شاكل وما شابه جسور غير ربحيه. هي في النهايه مؤسسات وجدت لخدمه مجتمع لاداء دور خدمي، فتوجيه هذه الموارد المالية بشكل أفضل يعني خلينا نقول راح يخدم الهدف بشكل أفضل. يعني لو وجدت مؤسسات غير ربحية تجمع المسؤولية الاجتماعية ما بين شركات في القطاع ذاته كنموذج مشابه للجسور، تعتقد أن المسألة قد تكون أكثر جدوى؟ هي مش بس أكثر جدوى، أيضا راح توفر موارد مالية كثيرة. أنت لما يكون عندك 4-5 فرق مسؤولية اجتماعية تشتغل غير لما يكون فريق واحد، أنت جالس تستنزف طاقات أكثر عن فريق في ذات السياق، أنت في النهاية رايح نفس التوجه. صحيح. بينما يستطيع فريق واحد أن يقوم بالعمل. صحيح. هذا واحد. رقم اثنين، لما 100,000 مش مثل مليون، لما تكون شركة وعندها ميزانيتها مثلا 100,000 ريال عماني في المسؤولية الاجتماعية غير لما تكون مجموعة شركات ميزانيتها مليون ريال عماني. صحيح. فنوعية الاستثمار الاجتماعي اللي يستطيع الدخول فيه ترتقي بحجم يعني الموارد. قبل كنت تتحدث أنت عن وحدة غسيل الكلى، يعني أنا ما أعتقد أنه هذا أمر قد يقدم عليه إلا شخص إلا مؤسسة عندها ميزانية جيدة، لأنه مكلف جدا، وفي نفس الوقت إذا كانت يعني هذه المبادرات هي مبادرات على فترات متقطعة قد تكون محدودة وأثرها محدود، والله شوية بعض المساعدات الاجتماعية في رمضان ولا في العيد، لكن أثرها محدود لا يبقى لفترة طويلة. فأعتقد أنه فعلا هذا أمر جدير بالاهتمام. شوف دكتور معتصم، يعني المشروع هذا احنا لحد الآن ما عندنا التكلفة التقديرية الأخيرة، لكن نستطيع القول بأنه يصل مليون ريال عماني، ما راح يكون أقل عن مليون ريال عماني حسب مساحة البناء والوحدة اللي راح إن شاء الله نقوم ببنائها السنة القادمة. على ذات الكلام وذات السياق اللي تتكلم انت فيه، احنا طرقنا باب احد المؤسسات بجانب انه مش بعيده عن جسور، رحنا لهم قلنا اوكي انتم ما عندكم مسؤوليه اجتماعيه لكن انتم مظله لمجموعه شركات موجوده، يا اخي بالامكان تفرض على هذه الشركات لو بس 1000 ريال كل مؤسسه. نعم. في المنطقه اللي انت موجود فيها اذا فيها مثلا 100 شركه ولا 50 شركه من ضمن رسوم التجديد ماله حط له 1000 ريال قول له المسؤوليه الاجتماعيه. انت اذا ما عندك موجود الصندوق تقدر تبتكر، ولكن بطريقه ايضا ما يكون فيها نوع من العبء. صحيح. يعني لابد ايضا لا ضرر ولا ضرار، لا تطلب المستطاع حتى تطاع. صحيح. فوجيب هذه الموارد الماليه اذا ايضا انت ايضا كمؤسسه ما عندك فريق المسؤوليه الاجتماعيه. احنا ما جالسين نطلب اموال، احنا نريد نقدم خدمه بشكل اصح يعني. هل تعملوا مع الجمعيات الخيريه جابر بحيث انه هي كذلك عندهم التزامات اجتماعيه وقريبين من المجتمع المحلي، تجد مثلا انهم يرعوا مجموعه من الايتام او الاسر المتعففة ويعرفوهم زين وحتى مبالغ قد تكون شهرية، هل تحاولوا دعم مثل هذه الفرق التطوعية؟ شوف احنا ندخل في جميع انواع الدعم الخاصة بالمجتمع، وكمثال بعطيك مثال حي حاليا، احنا الان نعمل مع جمعية السرطان، جمعية العمانية للسرطان، راح نوفر وحدة متنقلة لفحص سرطان الثدي، القيمة الإجمالية للمشروع هذا تصل 250,000 ريال عماني. عرفت. فاحنا ايضا نشتغل مع الجمعيات الغير ربحيه في توفير بعض الاحتياجات اللي نراها لها نفع وراح تخدم شريحه مجتمعيه كبيره وراح ترفع مستوى وعي. يعني المشروع هذا اللي تكلمت عنه في النهايه احنا سرطان الثدي خلينا نقول نوعا ما متفشي، عرفت، مستوى الوعي لدى الاسر قليل. انا راح اعطيك معلومه يمكن ما يعرفها الكثير، اقول لك اي اسره فيها حاله واحده لسرطان الثدي 80% بان هناك حالات اخرى في ذات العائله، فلا بد على الجميع يفحص. هذا المعلومة قد ما تصل حتى للأسر اللي عندها حالة مصابة، عرفت. فإحنا أيضا يعني ندخل في نوعية الدعم الجمعيات الموجودة، مركز الوفاء الاجتماعي من ضمن المراكز اللي دعمناها وجمعية المرأة العمانية،
فاحنا ما فقط ندعم يعني خلينا نقول مبادرات القطاع العام، حتى نعم. مبادرات القطاع الخاص احنا نقف عليها. جميل. دعني اختم بهذا السؤال. انت ذكرت انه وجود مؤسسات تعنى بالمسؤوليه الاجتماعيه هدفها الاساسي او نموذج عملها اساسا قائم على تقديم هذه المسؤوليه الاجتماعيه، وتكون مواردها الماليه من مجموعه شركات قد تكون متشابهه في القطاع كنموذج مشابه للجسور، قد يكون امر جيد ان نفكر فيه الان خصوصا للشركات الكبرى. لكن مع ذلك اخ جابر، سيبقى انه عندنا مؤسسات غير ربحيه، ستبقى عندنا مؤسسات تطوعيه، سيبقى عند او فرق خيريه عفوا، وكذلك من اصحاب الايادي البيضاء من الافراد، والحكومه من جهه كذلك تقدم عبر خصوصا وزاره التنميه الاجتماعيه. هل هناك رؤيه اكبر؟ هل تعتقد انه في خطوه اكبر يجب ان نتخذها؟ والله منصه مشتركه لكل من يريد ان يساعد، ولا رصد لاوجه الخدمه الاجتماعيه في المحافظات؟ كيف ممكن احنا ننسق هذه الجهود على مستوى اكبر؟ يعني شوف، هو احمد الشقيري في 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 برنامجه في رمضان في احسان تطرق او بشكل اصح عرض تجربه جدا ممتازه. نعم. اللي هي مثل الابلكيشن، تطبيق يحوي هذا التطبيق كل مقدمين، احنا نعتبر مقدمين خدمه في النهايه، صح نخدم مجتمع، لكن احنا ايضا ما عندنا مظله واحده بالامكان. مثلا انت كفرد من افراد المجتمع تريد تقدم تبرع لفئه معينه، ما عندنا مظله واحده تضم كل مقدمين الخدمه هذيله في موقع. صحيح. واحد، بحيث انه اول شيء انا اريد اعرفهم، منهم هذيله، منهم وماذا يقدمون وما هي الشرائح التي يستهدفونها. فوجود مظله من هذا الشكل راح يخدم كثير في عمليه التنظيم على المستوى الاول، في عمليه كذلك انه يمكن يخدم نوع من التعاون. راح تجد الكثير من المؤسسات تقوم بذات الدور، وهذا صحيح. هذا ايضا يعني هدر للجهود والموارد. نعم. فيمكن وجود مثل هذا المنصة راح يخلق نوع من التوأمة، خلينا نقول، ما بين الجهات التي تعمل في ذات السياق في المسؤولية الاجتماعية، لأن أيضا المسؤولية الاجتماعية فيها وجه تركيز، وكل مؤسسة عندها وجه التركيز الخاصة فيها، وكل حد عنده رؤيته. صحيح. فلما تتلاقى الرؤى وتكون في ذات المساق، بالعكس يخدم كثير ويقدم الخدمة بشكل أفضل. يعني نعم، الهدف فعلا أنه الناس يشعروا بنمو هذه الشركات، أنه كذلك المجتمع المحلي جالس ينمو معهم، يستشعروا أهمية ما تجنيه هذه الشركات من أرباح. وهذا في نهاية المطاف كما قلت هي نعم قد تكون قائمة على بعض المبادئ النبيلة، ولكن لها حتى مردود اقتصادي حتى للشركات نفسها. ونتمنى أن يتوسع هذا المفهوم بشكل أكثر وأكبر، وأن نصل إلى درجة من الاحترافية في تقديم هذا العمل، حتى ولو كان هو أمر تطوعي وتفضلا من الشركات، ولكن مع ذلك هو أمر يمكن بالتأكيد أن يكون بشكل أفضل بكثير. أنا أشكرك على كل هذه التفاصيل الجميلة التي قدمتها، الأستاذ جابر بن سليمان أبو سعيد المدير التنفيذي لمؤسسة الجسور، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم دكتور، جزاكم الله خير. الشكر للزملاء عبد الوهاب المجيني في الإعداد وأكرم الراشدي في التنفيذ. شكرا لكم على المتابعة مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في حوارات قادمة، حياكم الله.